تقول شاهدت امرأة تطوف عليها قفازات، فما الحكم في ذلك؟ تقصد في يديها؟ نعم، إذا شاهدت المرأة امرأة أخرى تطوف وعليها قفازات فلتسألها قبل أن تنكر عليها، ولتقل لها هل أنت محرمة؟ إذا قالت نعم فلتقول لها اخلع القفازات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تلبس القفازين. وإن قالت إنها غير محرمة وإنما هذا الطواف التطوع فلا حرج عليها بلبس القفازين في طواف التطوع. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أنك لا تنكر على أحد فعلا حتى تعلم أنه منكر، لأن إنكارك قبل ذلك تعجل وتفرع. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، لم ينكر عليه الجلوس حتى سأله أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فانظر كيف كان هد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخاطبة من فعل فعلا يحتمل أنه منكر في حقه ويحتمل أنه غير منكر، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أسوة. وأما من أنكر على الشخص بمجرد فعل ما يراه منكرا فإن هذا تفرع وتعجب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.